بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الخير، النصائح شيء مهم جدا في حياة الإنسان، لكن في الحقيقة ترى بعض النصائح تجيب العيد فعلا. أنا أسميها فضائح مو نصائح، وبالذات في موضوع الحياة الزوجية نسمع كثير من الناس اللي مسوين نفسهم خبراء ويعطوا نصائح تخرب بيوت. يجي واحد يقول للثاني هو دوب يتزوج، أسمع ترى العود من أول ركزة، وأذبح بالسك من ليلة عرسك. بالسك مين؟ وعرس إيه دي من أولها؟ تبغى الموضوع زي كذا؟ وهذا واحد يقول لي واحد دوب متزوج، أسمع ترى الزواج عبارة عن برميل من الزفت في أعلى طبقة صغيرة من العسل. إيش النصائح هذه اللي تجيب العيد فعلا وتخرب البيوت؟ من أعجب الأشياء واحدة من قريباتي تقول لي إنه في ليلة زواجها في واحدة أعطتها نصيحة، إذا تبغي كلامك امشي على كلام زوجك وانت ماشية معاه في الزفة أتعزي على رجله حتى كلامك يمشي على كلامه. هذا جنون، هذا فعلا جنون، لكن هو تقول كان ذكي وانتبه لي وهو اللي دعس على رجلي. تخيلوا بالله المشهد، تخيلوا لو فعلا هي دعست على رجله وأعطاها ذاك الكف قدام الناس. في نصائح فعلا تجيب العيد، فلذلك احنا لازم نكون واعين. مو كل نصيحة نسمعها الهدف منها إسعادنا، لازم يكون عندنا فلتر، ناخذ النصائح اللي فعلا هدفها تجمع بيوتنا على المحبة والخير والطاعة، وأما هذه ندخلها من هنا وطلعها من هنا عشان لا نجيب العيد.